يعني للأسف الاتحاد الوطني الكردستاني كان من المفترض أن يدافع عن حقوق أبناء أقليم كردستان شأنه وشأن الديمقراطي الكردستاني، ولكن للأسف يعني الخيانة التي قامت بها الاتحاد الوطني الكردستاني لم تكن أقل أهمية من الخيانة التي قام بها في 16 أكتوبر في سنة 2017 عندما تواطأ مع الميليشيات بمحاولة بالسيطرة على أقليم كردستان تقويض المكانة الدستورية لأبناء أقليم كردستان. ولذلك أعتقد أنه يعني من الأولى بأن تقوم القيادة الحالية للاتحاد الوطني الكردستاني بتوجيه نوابه من كتلته بالرجوع والانسحاب من التوقيع التي حصلت على هذه الإضافات التي أضيفت لمشروع الموازنة يتعلق ب حصة أقليم كردستان. هذا من جانب. من جانب آخر أكيد نحن لدينا بالإضافة إلى اتفاقيات يعني بخصوص حصة أقليم كردستان من الموازنة، هناك اتفاقيات أيضا جد مهمة أبرمت منها، الاتفاقية النفطية التي حصل بيننا وبين الحكومة الاتحادية. الاتفاق النفطي نحن اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على بعض النصوص لحين يتم تشريع قانون النفط والغاز، نعم. ولكن ما تم تداوله وما تم إضافته من بعض البنود في خاصة في المادة 13 و14 كإضافة على النص الذي كان موجود في ضمن الاتفاق بيننا وبين الحكومة الاتحادية، هو محاولة إجحاض كل ما توصل إليه الحكومتين، حكومة بغداد وحكومة أربيل، على سواء كان على موضوع الموازنة أو موضوع النفط والغاز.